مع حلول شهر رمضان المبارك تعود تجارة التمور إلى الازدهار بأسواق مدينة طاطا المتميزة بانتشار واحات النخيل الشاهقة وبأجود التمور المغربية. إقليم طاطا الذي يثمر أنواعاً مختلفة من التمور شهد هذه السنة إنتاجاً مهماً لهذه الفاكهة وعرف إقبالاً متزايداً من طرف المستهلكين خصوصاً مع حلول الشهر الكريم حسب صاحب أحد محلات التمور بالمدينة. التمور هذه السنة الحمد لله الأسواق يعني الحمد لله متسودة بالتمور يعني بجميع الأنواع ديال التمور سواء ديال الإنتاج المحلي ولا ديال التمور اللي تم التصدير ديالها. ومن أجل تثمين هذا المنتوج تم تأسيس مجموعة من التعاونيات الفلاحية أشهرها تعاونية أفرا المهتمة بكل ما يتعلق بإنتاج وتسويق التمور على المستوى المحلي والحاصلة على جائزتين كأحسن رواق وأجود تمور بالمعرض الدولي للتمر بأرفود سنتين على التوالي. تعاونية أفرا الفلاح من بين التعاونيات النشيطة في إنتاج التمور والتلفيف وتخزين التمور بمنطقة ديال طاطا. تعاونية أفرا الفلاحية عندها واحد الوحدة السعة ديالها 50 طن ديال التمور. خلال الفترة ديال شهر رمضان كتعرف واحد الإقبال كبير من طرف المواطنين لاستهلاك هذه المادة الحيوية في شهر رمضان المبارك. تجارة التمور تشكل رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لواحات طاطا وتمكن كذلك من تحسين مستوى معيشة الساكنة المحلية.